زي ما شفنا في التقرير، مصر قدرت خلال 8 سنين ان هي تعمل تنوع من مصادر انتاج الطاقه، سواء كانت طاقه شمسيه، طاقه كهرومائيه، طاقه رياح، وايضا طاقه بتولد من الغاز الطبيعي اللي كان عندنا الحمد لله في دلوقتي حقل زهر وغيرها من الحقول اللي اكتشفناها. يعني خلونا نعرف الاستراتيجيه اللي اعتمدت عليها الدوله المصريه في يعني قضاء هذه الازمه من خلال الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وصباح الخير لجميع متابعين الكرام. اهلا دكتور. يعني في البدايه مصر كانت بتواجه تحدي، التحدي ده كان في 2014 وازمه انقطاع التيار الكهربي المستمر. عايزين نوضح وتوضيح من حضرتك يعني ازاي قدرنا نتغلب على هذه المشكله ونوصل لوجود فائض نصدره ويبقى في عندنا ربط ما بيننا وما بين الدول الاخرى زي السودان وغيرها من الدول العربيه الشقيقه. هو طبعا الواقع اللي كان المظلم اللي كان موجود كان اللي كان اثاره سلبيه على الجميع، ما كانش احد يعني ما حدش كان يتوقع او يحلم ان هو ان الواقع ده يتغير في يعني فترات قليله، سنوات قليله، وده يعني جاء بدايه من دعم سياده الرئيس وايمانه القوي بهذا القطاع الحيوي ودوره في التنميه بصفه عامه، وفي نفس الوقت الرؤية اللي كانت عند سيادة الرئيس بأن المستقبل لهذا القطاع يبقى عامل ازاي. وعشان كده يمكن تضافت جهود كتير جدا، يعني مش بس يعني النجاح دوت من الكهرباء فقط، في شركاء للنجاح زي القوات المسلحه، البترول، التعاون الدولي، التخطيط، يعني شركاء كتير. وعايز اقول لحضرتك ان علشان يبان الانجاز او صح التعبير الاعجاز دوت، نقول ان احنا يعني تخفيف الاحمال والعجز في توليد الطاقه الكهربائيه او تلبيه الاحتياجات، كنا بنتكلم على ان كان قبل حتى 2014 كان في تخفيف احمال ما بين 3000 الى 4000 ميجا وات. يمكن اقصى العجز كان وصل في 2014 الى حوالي 6000 ميجا وات. عشان نتخيل 6000 دي كانت عباره عن ايه بالنسبه للناس، تقريبا احنا نقول ان كان اقصى حمل كان ممكن او اقصى اتاحيه كان حوالي 24000 ميجا، وكان هناك عجز حوالي 6000، يعني تقريبا 20% من الطاقه المطلوبه كان فيها عجز. دلوقتي لما ننقل الصوره دلوقتي اللي موجوده، احنا السنه اللي فاتت وصلنا لاقصى حمل وصلت ليه مصر على مدار التاريخ كله كان حوالي ما يقرب من 34000 ميجا وات. وبالرغم من كده هوت كان هناك احتياطي 11000 ميجا وات تقريبا، برضه في حدود 20% اضافيه، وبالتالي ده بيبان الانجاز او الاعجاز اللي حصل. لما نقول ان احنا في خلال سنتين ونص الاولى تم دخول ثلاث محطات عملاقه باجمالي قدرات 14400 سنتين ونص فقط، في حين كان او في كل المقاييس المعروفه ان المحطه قبلها من خمس سنين. دكتور ايمن، انا عايزه افهم من حضرتك ازاي قدرنا ان احنا نتحول من ضلمه للتصدير، يعني دي معجزه، عايزه اعرف ازاي ده حصل. اول حاجه ان كان هناك تخطيط لدخول محطات وخطه عاجله، يمكن كان في خلال ست يعني 8 شهور ونص دخلنا اكثر من 3600 ميجا وات، وبعد كده هو كان في رفع كفاءه للمحطات دخول حوالي 14400 ميجا وات في خلال سنتين ونص. ايضا التطوير اللي تم في شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء، عايز يعني لما بنقول ان احنا كان عندنا حوالي تقريبا ما يقرب من 3000 كيلو متر من الخطوط الهوائيه بجهد 500 كيلو فولت اللي هي بتودي للصعيد وللدلتا، اصبح عندنا اكثر من 7200 كيلو متر، يعني اكثر من 130% اللي كان موجود. الرؤيه السياسيه المستقبليه لان مصر تكون مركز اقليمي ومحوري، وايضا ان هي تزيد من الطاقات النظيفه، نعم. ده اللي خلى ان يبقى في توفير للموارد المطلوبه. وصلنا
الى ان يبقى في عندنا ربط ما بيننا وبين الدول، لان ما كانش ممكن ان يبقى في تقدر انت تربطي طيب. مع دول. دكتور حضرتك بتتكلم على فكره ان مصر تبقى مركز اقليمي للطاقه، يعني ممكن تقول لنا الدوافع اللي خلت مصر مركز رئيسي لتداول الطاقه والخدمات اللوجستيه، بالرغم ان ابرز المشاكل اللي ظهرت بقوه قبل 30 يونيو كانت هي العجز في قدرات توليد الكهرباء بنسبه من 2000 ل 3000 ميجا وات يوميا؟ يعني طبعا هو الاساس كله كان ان احنا نبقى عندنا اول حاجه الشبكه القويه اللي تقدر تلبي والاحتياجات الداخليه، وفي نفس الوقت يبقى عندك تصدير للطاقه الكهربيه يبقى مصدر للدخل القومي، وكمان في نفس الوقت ان العلاقات الطيبه لما بينك وبين الدول الجوار، وخاصه ان العالم كله احنا بنتابع من ان احتياجه الاساسي هو الطاقه. صحيح. فلما بيكون عندك انت الوفره وعندك الشبكات القويه اللي تقدر تلبي احتياجاتك، وكمان في نفس الوقت يكون بالتصدير للدول الجوار، ده شيء ايجابي كبير جدا. وعايز اقول لحضرتك ان يمكن اخر خطوه يعني تمت في خلال من خلال يعني في خصوص هذا الموضوع هو نذكر التفاهم للربط ما بيننا وبين قبرص اليونانيه وبالتالي اوروبا. وبالتالي احنا كمان في نفس الوقت اوروبا بتنظر لنا بنظره مهمه جدا في ان هي ان احنا نلبي لهم احتياجاتهم كمان ونصدر لهم الطاقه، خاصه صحيح. من الطاقه النظيفه، لان هو عندنا الحمد لله بقى عندنا من الطاقات المتجدده، وفي ايضا رؤيه سياسيه مستقبليه ان احنا نصل الى حوالي 42% من المصادر المتجدده حتى 2035. احنا بنتكلم ان مصر في الحقيقه يعني فكرت بره الصندوق في التنوع في استخدام الطاقه، مش بس الطاقه المتجدده، الطاقه المائيه، طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، يعني الهجين الاخضر ده حقيقي. يعني في الحقيقة ملف مهم جدا جدا، وإحنا شفنا الاختلاف الكبير والتطور الكبير اللي حصل في الملف ده قدرنا أن احنا نلمسه بنفسنا كمواطنين. صحيح. كل الشكر ليك الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء.